عين ماشي. عملت ايه؟ ولا حد قرب منين؟ كلام ايه ده؟ زي ما يكون الجبل والطريق ما فيهمش حاجه غير الديابه والكلاب. باين عليه حويط. مفيش اي حاجه ظهرت. مفيش غير شوال. لازم يا ولد يطلب رسالتك. ليك الامان. شوال السلاح اللي وصل شوالات الغله لقيناه مشروق. يبقى حس. جه وراكم من غير ما تشوفوه وقطع الشوال وعرف. ناصح. ما احبش حد يداري علي، فهم؟ فهم. الدور الجاي خلوها كلها غلة. ما عدا شوال واحد تبقى انت جواه. ويا موتك يا تموته. علم؟ مالك؟ هتاكل من غير ما تبص؟ ابص على ايه؟ وانا اول مره اشوفك. مش عليا، على الوكل. بص على الوكل اللي هتاكله. بالك مشغول في ايه؟ ولا حاجه. هو انا مش ليه ليلتين من ساعه ما رجعت من مشوار القصب اللي قلت لك عليه؟ لا، ليله واحده. يبقى الوقت ماشي على مهله قوي. ومستعجل على الليالي ليه؟ وحشوك حرمك التانيين. مفيش فراش يا حريم يا رحمة. أمال فيها إيه؟ فيها اللي مكفيها. شيخ العرب شيع لك برسالة دكتور. هروح له. لازم أروح له. هاكل وأروح له. يعني حتى الجديدة ما خلفتش؟ هتخلف من فيها؟ الراجل خلاص خرب. ليه؟ ما أنت مخلف عم أول من مرتك التانية، وعيال عمك وإخواتك كلهم خلفوا وهم كبار. اللي خلف من بدري يخلف وهو كبير. اللي كبر من غير خلفة يخلف عليه ربنا، كفاية عليه عصا أبوه وختمه. مرحبا يا شيخ عيسى. يا هواري. صبع زي ظني ولا إيه؟ سبع يا ولد عمي، خد الذهب زي الكلب وسأل عن مطلعك ومدخلك. كم؟ قلت له في النهار هيقعد على البحر وفي الليل مدخل المنظر. فيك بركة يا ولد عمي، بعتني بالغالي. ولا كنوز الدنيا يا شيخ العرب. اعمل حسابك قدامه خمس ليالي. شفت شيخ عيسى جدع كيف؟ عشان كده انا اخترته. اقعد مطرحك. الجديد له شدة يا ستي. وانتي واقفة جنبي تجسي الغربال. خلي شوفي وراك ايه. اخد لك ريحتها واخليها تهج من بكرة. هقسي مرات شوزي. خلي نامي، خلي نامي. اتجوزت راجل كبير. كبرت في المجال وحسيت اني احسن واحدة في الدنيا. عاملة ايه مع صالحة؟ والله عاملها زي امي بالظبط. زي امك؟ يبقى غوتي عليه. السلام عليكم. مرحبا يا همام. سلام
عم يسهل عليك بالصبح. خير يا سلام. شفتك امبارح يا همام. شفتني فين؟ شفتك ماشي وحدك ووقعت وطلعك زرزور. زرزور يطلع همام ده كله؟ هو زرزور كديه؟ بركاتك يا شيخ سلام. ربنا ينجينا يا سلام. طبختوا الجراميط؟ مستنين يصيدوه يا ابوي. اول ما الجي جرموط هاكله. عزرائيل وفرد روحي مش في يدك. البركة في والد عمك. خازن جعفر اقطع راسه يا ولدي. هو ده اللي قتل ابوك؟ انت يا ولد جيت متى؟ من ساعة ما قوتني وانا ماشي وراك من غير ما تحس. لا تبعد عنك اي اذى. اسمع يا جعفر، ادفن جته وخلي الراس، والحصل دي سر بيني وبينك. ماشي يا زرزور. اسمه جعفر يا شيخ العرب. من دلوقتي اسمك زرزور. التلات ليالي عدوا يا خازن يا ابن المركوب. لعبت بيا؟ خدت الذهب وكدت؟ يا شيخ عيسى. مساعد. خير يا مساعد. كلم شيخ العرب عاوزك دلوقت. طيب روح وانا جاي وراك. دلوقت يا شيخ عيسى. دلوقت دلوقت. خبر ايه يا شيخ عيسى؟ يعني لا حس ولا خبر عن خازن ولا سليم؟ والله ما انا عارف يا شيخ العرب. تلقاه خد الذهب وخاف على نفسه منك. ممكن. من خاف سلم. وانت ما تخافش يا عيسى. اخاف من مين؟ من اي حاجه. من اي حد. ما فيش هواري يخاف يا شيخ العرب. جدع.